بسم الله المعين. اوكي، هستعرض الاول مع حضراتكم كده الليرنينج اوت كام بتاعكم ماشي ازاي. ثواني كده بس، انت كده ايوه، وانت كمان تعالى كده وصلنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اشوف بس بتاع عم وسع. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا انا ما طلبتكش، انا طلبت كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، تايني دوت سي سي اشتغل بس اشوف الليرنينج اوت كام بتاعت حضراتكم ماشيه ازاي. اعمل ساين اوت من دي. بسم الله الرحمن الرحيم، اوكي، السلامة. عامل السلامة. بسم الله، تايني دوت سي سي سلاش كيس. طيب يا رب، اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. انا هخش كده عند حضراتكم الكيمستري يير 2 سمستر 2 شو. المفروض ان احنا في الليرنينج اوت كام ده الامبيريكال والموليكولار ستراكشر سكيليتال فورمولا ذا فانكشنال جروب اند نيمينج اوف اورجانيك كومباوند ذا شيب اوف اورجانيك كومباوند الباي والسيجما الايزوميريزم ستراكشر الايوباك نيم الاوبتيكال جيومتريكال ايزومرز وكلاسيفيكيشن اوف ذا هيدروكربون اليفاتيك اند اروماتيك. وهنتكلم عن الالكين سواء بالكومباستشن الالكين والالكينز، وهنتكلم على الكيمستري اوف فاير اروماتيستي. طب كويس اوي، هبدأ الأول أخد كونسبت وأشتغل عليه. أنا هتكلم على الإمبيريكال والموليكيولار والستراكشر فورمولا. مستر، هو ده آخر ال او؟ ده ال ال او التالت مش الآخر، تمام. ماشي. لما أنا أتكلم على الفورمولا، بص رفع القلم شوية كده. الفورمولا يا شباب بتتقسم لحاجتين، في عندي empirical وعندي molecular وعندي structural. لما انا اقول empirical هي بتوصف the simplest ratio of element in compound. يعني أبسط نسبة لأي element inside the organic compound 1 carbon 2 hydrogen، ودي اسمها الميثيلين جروب. الميثيلين جروب دي ريبريزنت ذا بريك ذات وي كان يوز تو بيلد ذا اورجانيك كومباوند. دي الطوبه اللي انا ابني بيها الاورجانيك كومباوند. الموليكيولار فورمولا ريبريزنت ذا نمبر اند ذا تايب اوف اليمنت in compound. هنا بقى not talking about the simplest، انا ما بتكلمش على the simplest ratio، انا بتكلم على number و type. زي مثلا لما اقول لك compound زي الايثين C2H6، فهنا اديتني number و type بتاعت ال element كلها. انا عندي
المنظر ده كده C2H6، بس C2H6 دول انا ما اعرفش شكلهم عامل ازاي. فقال لك نخش على الفورمولا الثالثه اللي هي represent the number types and the bonds in compound. فاجي اقول مثلا زي C2H6 اللي هو الايثين ده بيتكون من C و3H. اوكي، الامبيريكال فورما احنا خدناها قبل كده في سنه اولى وشفنا ان كنا بنحسب ازاي الامبيريكال فورما. هدي مثال اكزامبل بسيط بس عشان نفتكر كان الكلام بيقول ايه. هيقول لك ايه؟ if you have organic compound consists of carbon and hydrogen by ratios 40 84.7 and او خليها 84% او خليها 86% and 14% respectively. Find the empirical formula. And the molecular formula if you know that molecular mass equal 56. طيب حضراتكم انا بعمل ايه؟ كنا بنعمل جدول كده بكون من الكربون والهيدروجين، بعد كده بحط الماسز والسبستنس. والله الماسز الاثنين دول يعملوا لي 100% خلاص اعتبرهم ماس، يبقى 86 وهنا 14. ارجع بعد كده احط الاتوميك ماس او الماس نمبر. ماس نمبر بتاع الكربون 12 والهيدروجين 1، فهنا تقريبا هيطلع لي كام؟ نشوف 86 على اشوفها كده على الحاسبه ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. 86 divided 12 هيديني تقريبا 7.1، وهنا هيديني 14 over 1 يديني 14. طبعا ما ينفعش يكون عندي فراكشن، انا هعمل divided على lowest number divided 7.1، فهتديني هنا 7.1 divided 7.1 يديني 1، وهنا 14 على 17.1 يديني تقريبا 2. يبقى الامبيريكال فورمولا بتاعت الكومباوند. ليه حضرتك عملت الليست ريشيو؟ عشان ما يكونش فيه فراكشنز، انا مش محتاجين فراكشنز. عشان ال 0.1 لو مفيش 0.1 يبقى مش هعمل فراكشن. ما كنتش هعمل فراكشن، وانا المفروض اجيب سمبلست ريشيو كمان، ابسط نسبه، يبقى انا لازم اشوف ابسط رقم بالنسبه للرقمين، فيطلع لي CH2. تمام. طيب، انا CH2 دي الامبيريكال فورمولا. الامبيريكال فورمولا represent the brick I use to build the compound. دي بالنسبه للطوبه اللي انا هبني بيها الكومباوند. اول ما تجي لي الامبيريكال فورمولا اجيب الماس بتاعتها. ماس اوف امبيريكال. فالكربون ب 12 والهيدروجين 2 ملتبلاي 1، يبقى انت بتجيب الموليكولار ماس بتاعتها 14 جرام بير مول. انا دلوقتي الموليكولار ماس بتاعت الكومباوند بتاعتي 56 جرام
بير مول. اعمل ايه انا بقى حضراتكم؟ ما اعرفش عند الخطوه دي. انا عاوز اجيب اليونتس بتاعت الامبيريكال. اليونتس بتاعت الامبيريكال. يعني الطوب اللي انا هبني بيه الكومباوند ده. فانا اروح اعمل ايه بقى؟ فاقول كده يونتس اوف امبيريكال ايكوال موليكولير ماس divided mass of empirical. المولكيولار ماس بتاعتي 56. الماس اوف امبيريكال اللي هي كام؟ 14. ده يديني كام؟ يديني 4 يونتس. 4. يبقى انا عشان اجيب المولكيولار فورما المولكيولار فورمولا ايكوال 4 multiply C H2 يعني C4 H8. دي كده الامبيريكال او المولكيولار فورمولا بتاعتي. لو انا قررت ان انا اعمل من دي structural فورمولا اعملها ازاي يا شباب؟ We are going C4 1 2 3 4. C4 H8 ده بيتبع حاجه اسمها general فورمولا CN H2N. يعني بيتكلم على حاجة اسمها الكين. يعني لازم على الأقل يكون في دبل بوند. طيب أدي واحدة دبل بوند على الأقل أهي. دي كده بقى عندي كام اتش؟ أدي 1 أدي 2 كده 2 اتش. دي كده محتاجة 1 2 3. أنا عارف إن الكربون تترا فيلنت فببص كل واحدة فيهم هتتشبع بكام اتش. يعني خلينا أشبع الاتش الأسود. أدي كده 1 2 3 4 التو بوندز. خلاص الكربون اتوم دي ساتوريتد. اجي على الكربون اتوم دي 1 2 3 4. ادي الكربون اتوم دي 1 2 3 4 وادي الكربون اتوم دي 1 2 3. نعد كده الاتشات 1 2 3 4 5 6 7 8. ده شكل الكومباوند. طيب الامر ده ممكن حضرتك تقول قانون المولكيولار ماس؟ الموليكيولار ماس بقى انا هرجع على حسب الفورمولا بتاعتهم. يعني ما دام انا بتكلم في اورجانيك كيمستري. عاوزين سلايد ولا امسحها؟ لا سلايد بس ما تمسحهاش. ماشي مستر. يا مستر اعمل لهم سيف بليز. ماشي حاضر. فايل. شكرا يا مستر. نعم يا ستي. سيف از. هكتب كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يطلع بتاعه مش عاوز يسيف. هو اللي مش عاوز اورجانيك. طب ثانيه يا مستر ناخده سكرين من عندنا. خلاص خلاص انا عادي. انا عادي انا سيف اورجانيك. النهارده كام التاريخ بتاعنا؟ النهارده 22. اوكي 22/1 سيف. اوكي اوكي ابدا بقى دلوقتي. هتكلم على الجزء الثاني العائلات اللي عندنا. ما دام انسخت للامر ده يبقى انا لازم الفانكشنال جروب. ما دام اتكلمت على الحاجات دي يبقى لازم اشوف الفانكشنال جروب اند نيمينج اوف اورجانيك كومباوند. بصوا يا شباب الاول انا في الاورجانيك كومباوند كلاسيفيكيشن اورجانيك كومباوند في الاورجانيك كومباوند عندي فانكشنال جروب. فانكشنال دي اللي بيتميز كل واحد فيهم. فأنا مثلا هاخد الأول الهيدروكربونز. الهيدروكربونز ده بتتقسم الهيدروكربونز كومباوند بتتقسم لأليفاتيك
and aromatic. الاليفاتيك دي نوعين، لما تكون saturated لما تكون unsaturated. الاروماتيك، الاروماتيك الوحيد اللي موجود فيه اللي هو الاروماتيك بنزين. الاليفاتيك دي قبل كده ليها تقسيمه ثانيه، لا اما اوبن تشين لا اما سايكليك تشين. ثواني هقول هظبط التقسيمه ثاني. الاروماتيك هو الاروماتيك بنزين هو الوحيد اللي عامل المنظر ده كده اهو، والحلقه لازم او السايكل بتاعه لازم تترسم ده 8 11 7 ولازم تبقى مقفوله يا شباب. اوكي هنعرف الكلام ده دلوقتي. تعالوا نعدل بالكلاسيفيكيشنز بتاعه الاليفاتيك. يعني اقول الاليفاتيك الاول لا اما اوبن تشين لا اما كلوز ذا تشين. اوبن تشين لا اما كلوزد. الاوبن تشين دي لا اما تكون ساتوريتد لا اما unsaturated. الساتوريتد تقع تحت حاجه اسمها الكين. خلي بالكم من السيلبس الاخير الكين اين. الانساتوريتد الكين الكاين اين اين. الجنرال فورمولا بتاعتها ماشيه ازاي؟ CN H 2N plus 2 CN H 2N only CN H 2N subtract 2. ناخد انا example. زي اتفقنا في last session ان ال organic compounds بتخضع لحاجة اسمها Latin names. Miss is prop put bent hex hept oct non dec 4 5 6 7 8 9 and 10. فانا بالنسبه للالكين مثلا انا هاخد 1 كربون اتوم فاقول ايه؟ سي 1 الان هنا ايكوال 1 اتش 2 ملتبلاي 1 بلس 2 فيكون الحصيله بتاعتي ايه؟ سي اتش 4. لما اجي ارسمها هتترسم ازاي؟ مستر ايه الفرق بين الالفاتيك والاروماتيك؟ الاليفاتيك يعني most of them fats there is no smell for it. اما الاروماتيك فيكون ليها سميل، ليه ريحه، كومباوند ليه ريحه اللي بيسموها الاروماتيستي بتاعتها. طيب اوكي لو انا دلوقتي جيت واخد الالكين، الالكين يا شباب بصوا ان يعني سنجل بوند، ان دبل بوند، اين تريبل بوند. فالالكين هتبدا من لما يكون عندي السي ايكوال 2، النمبر اوف ذا كربون اتوم ايكوال 2. اشمعنى؟ اصل ما ينفعش اقول 1 كربون اتوم وعاوزها تعمل دبل بوند. هتعمل دبل بوند مع مين؟ هتعمل مع الاتشات؟ لا، يبقى هنا عندي كربون سكيلتل، كربون سكيلتل عندي بناء من الكربون، فلازم على الاقل لازم ابدا ب 2 كربون اتوم. يبقى سي 2 اتش 2 ملتبلاي 2 بلس، ما فيش بلس 2N على طول، يبقى C2H4. structure formula بتاعتها هنا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ C double bond C H H
الكربون تيترافالنت شباب، يبقى لازم يكون حواليك 4 at 4 bonds 1 2 3 and 4، والكربون اتوم دي 1 2 3 and 4. طيب let's go to the alkynes. The alkyne is يعني ايه؟ التشين ساتوريتد والثانيه انساتوريتد. كويس قوي. انساتوريتد يعني دبل اور تريبل بوند، يو نيد تو بريك ذيس بوندز، لازم نكسر البوندز دي. وخلوني بعد ما اخلص الجزء ده اتكلم على حته البوندز، ايه النوع اللي هو باي وسيجما واس بي 2 واس بي 3 اللي انتوا حضراتكم بتشوفوها بتحتاجكم فيها في زوم ده. اوكي تمام. لو انا بدات ب 2 كربون اتوم يبقى سي 2 اتش 2 ان هنا هتبقى 2 سبتراكت 2 فهتبقى سي 2 اتش 2. الفورمولا هنا هيكون عامل ازاي؟ سي تريبل بوند سي اتش واتش. هشوف السؤال اللي جه في الشات. اوكي السلام مجدي 22. الشابتر اللي هو 22 فعلا شابتر 22 اورجانيك كيمستري. اوكي طيب يا شباب، انا دلوقتي في عندي الفاتيك بس سايكليك ده بيبدا من اول 3 كربون اتوم، فبيسموه سايكلو الكين. والسايكلو الكين ده have a general formula CN H2N. It's similar to alkene. No, but we add a cyclo. So start from 3 carbon atom. So C3. Why 3 carbon atom? To make a chain. عشان to make a cycle. عشان اعمل compound عنده cycle. عنده حلقة. C3H. 3 multiply 2. يبقى C3H6. المولكيولار فورمولا فور ذيس كومباوند شكلها هيبقى عامل ازاي؟ تعال نشوف. مستر هي على طول فرقت ايه عن الكين؟ فرقت ايه عن الاين؟ ان ما عندهاش دبل بوند. فرقت ايه عن الاين؟ ان ما بتبداش غير من 3 عشان تعمل سايكل. تعال نشوف السايكل. رانينج اوت تايم، بصوا يا شباب، يقول ان الميتنج ده فاضل له 10 دقايق ويعمل رانينج اوت عادي مفيش مشاكل. يعني احنا هنبقى مكملين في السيشن بتاعتنا عادي خالص، جاست ان هو يعمل الابجريدنج بتاعه وبعدين هنرجع نكمل السيشن. فده هياخد بالظبط معدل من 3 ل 4 دقايق، يعني بعد 10 دقايق دلوقتي الميتنج هيفصل، محدش فيكم يمشي، انا موجود برضه، هنرجع نكمل. بصوا بقى الكومباوند هنا يبقى شكله عامل ازاي. ادي 1 كربون اتوم انزل، سكند 1، ثيرد 1. الكربون اتوم تترا فالنت يعني لازم يكون عندها 4. ادي 1 2 3 4، والكربون اتوم دي 1 2 3 4، والكربون اتوم دي 1 2 3 and 4. فساعات تلاقي كومباوند يروح عامل لك ايه؟ ده اسمه كده سايكلو ميس اس بروب، سايكلو بروبان. اشمعنى ان؟ يعني ده لما اجي هسميه كده هسميه سايكلو بروبان. اشمعنى ان؟ عشان كله سنجل. طب لما اجي بقى ساعات تلاقي حضرتك مركب عامل كده تراينجل سكوير بنتا هكسا، بس زير از نو دبل بوند، كله سنجل بوند، يبقى سايكلو ميس اس بروبين كربون اتوم سكند ثيرد فورث سايكلو فور كربون اتوم بيوتين الاول سايكلو بنتين سايكلو هيكسين. طيب كده الاروماتيك بنزين هو CnH2n. ساعات في بعض هو السايكو الكين ده على طول السي بتبقى 3 كربونز starting from 3 عشان اقدر اعمل رينج، عشان اقدر اعمل حلقه. تمام اوكي تمام. بصوا بقى معايا مستر، طب هو سايكلو ما فيش منه ساتوريتد وان
السايكلو في منه ساتوريتد، ما هو ده السايكلو الكين ده ساتوريتد، الان ساتوريتد يبقى انا دخلت على دخلت على طول على البنزين، دخلت على طول على ايه على البنزين. بصوا بقى يا شباب، we are going to talk about another thing. ايه هو الكين؟ lose one hydrogen atom يبقى alkyl like CH4 subtract H يبقى CH3. النيمينج بقى ميثين، ميثايل. ناخد حاجة تانية C2H6 يبقى C2H5. تكتب ازاي ساعات في الكومباوند يا شباب عشان نركز في الامر ده؟ دي بتكتب كده CH2 CH3. النيم ايثين يبقى ايثايل. طيب ناخد كمان واحدة C3H8. مستر معلش ثواني، هو CH2CH3 دي جت منين؟ CH2CH3 دي يعني C2H5، اشمعنى؟ اصل هي بتكسبها. اوكي ليه عملناها كده؟ ليه عملتها كده؟ لان ساعات في التشين او when it work like the branch، لما تكون في النيمينج وتشتغليها كبرانش هتلاقيها طالعه بالمنظر ده، فساعتها هتقعدي تفكري هو دي هسميها ازاي. لا CH2 CH3 it is represent C2H5 ماشي like this C3H7 when I can write it as a branch it will be CH2 CH2 CH3. يلا giving the name Miss S prop profile profile. This is called propane and so on and so on. Okay. الفرق بين البروفايل والبروبين. In it is the saturated alkanic compound, all of them single bond. Ile it means that alkane lose one hydrogen. Lose one hydrogen. So it represented the, like the branch. يعني نشوف كده. بصوا one carbon atom. One, two, three, four, five, six. When I'm giving the name. لما نايم هنا في one من الكربون اتومز المنظر ده. When I started and giving a name. انا هدي دلوقتي النوموكالتشر زي نيمينج، يبقى انا لازم اخد اللونجست كاربون شين 1 2 3 4 5 6 دي كده اللونجست كاربون شين 1 2 3 4 5 6. طيب I must giving the number, the atoms the number and هديها numbers. طب رقم يمين ولا رقم شمال؟ دايما انا giving the number near to the branch. فين البرانش؟ قريب من الطرف ده، يبقى 1 2 3. فانت هتقولي ان في البرانش رقم في الاتوم نمبر 3 وين هاف 3 ميثايل داش مس اس بروبيوت بنت هكس هكس هكسين. اشمعنى ايه؟ عشان كله سنجل بوند. هنكمل شويه هنتكلم على النيمينج، بس هكمل شويه الفانكشن جروب. طيب فايل مثلا معلش في اللي هي C3H7 هي دي كده يعني تريبل بوند؟ لا C3H7 مش تريبل بوند ولا حاجه، هي الكين عادي. طب ايلين ايل في الاخر؟ ايل لاني شلت الان شلت منها H، يعني دي كان اصلها C3H8 بس اتشال منهم واحده H removing one H. معنى ان اتشال منها one H يعني دي it's work like the branch، ان هي تشتغل كفرع من الفروع. اشتغل كفرع من ايه؟ من الفروع. خليني اوريها لكم يعني. يعني مثلا اروح اعمل كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. واجي هنا على الاتوم دي، او بلاش الاتوم دي، خليني اتوم في الوسط كده. واعمل كده 1 2 3. دي اسمها CH2.
CH2 CH3. This work like the pinch. اشمعنى؟ عشان لما اخترت longest carbon when I choose long carbon chain mes s pro put bent hex hept oct non dec. دلوقتي هجيبing the number. هلا انا دلوقتي شغلي على دي دي ايه؟ C3H7. دي كان اصلها ايه؟ C3H8. طب الهيدروجين دي حصل لها ريموفينج بقت 7 عشان انا دلوقتي بقى كان الهيدروجين دي ابوند ويز ذا تشين، بقى في بوند مع التشين. طيب وانا بختار اللونجست كاربون تشين ادي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6. لا انا اختار من ناحيه لما انا ادي النمبر للاتومز من النير تو ذا برانش، فانا اقول في الاتوم رقم 5 في عندي ايه؟ ميس اس برو بايل داش ديكين. اوكي لسه واحده واحده هنشوف، وهنشوف حتى بالنيمينج بعد فانكشن جروب ده هتكلم على النيمينج. من ضمن الفانكشن جروب هتكلم على حاجه اسمها الهيدروكربون دريفيتيفز. طب مستر لو في حاجه اكتر من 10 اكتر من 10، انا مثلا اقول مس ديك، يعني مثلا عندي 11 يبقى مس ديك، مس يعني 1 ديك يعني 10 12 اس ديك وهكذا. فعشان كده بقول هيكسا دي كان، هيكسا دي كان، هيكسا دي كان يعني 16 يعني 16. طيب عندي حاجه من الفانكشنال جروب هيدرو كاربون. مستر ممكن سؤال؟ يس اسك. بقول لحضرتك، هو حضرتك من شويه كان في حد بيسال حضرتك هو احنا ازاي نحسب حاجه، فحضرتك دخلتنا على اللي هو الاورجانيك كيمستري وكده، هو ايه اللي هنستخدمه نستخدم فيه الاورجانيك كيمستري عشان نحسب بيه الحاجه، يعني لو حد لو ما سالوا عليه من شويه. هم كانوا بيقولوا لي انا عاوز اعرف القانون بتاع الموليكولار فورمولا او الجروبز نفسها. يعني انت دلوقتي بتكلم على الاستراكشر فورمولا، اعرف منين دي تبع ان ولا اين ولا اين، ده جنرال فورمولا بتاعتها. فقلت لكم من ان اين اين. فلو كان الجنرال فورمولا بتاعت سي ان اتش 2 ان بلس 2